لإثارة المخاوف يكفي أن تذكر كلمة جراد، فكيف إن بات الجراد أمرا واقعا كما هو حاصل في جنوب محافظة مأرب وتحديدا في وادي حريب حيث تغطي أسراب الجراد سماء المديرية. القصة كما ترويها المعلومات تعود إلى موسم الإخصاب لهذه الحشرة التي لعب هطول الأمطار دورا رئيسيا في عودتها. تؤكد التفاصيل هنا أن بويضات الجراد فقست بالأراضي الزراعية التي ارتوت من مياه الأمطار، ثم انحسرت كاشفة عن الجراد على الأرض في طورها الأول باللون الأصفر أو ما يطلق عليه المزارعون هنا الاجتياح الأصغر. مضت أسابيع على تواجد أسراب الجراد بمزارع حريب وما جاورها من أودية، وتزامن وجودها مع ارتواء الأرض بتدفق مياه السيول في الوديان بعد 3 سنوات من الجفاف والجدب، ما دفع بالأطفال إلى محاولات اصطيادها وشوائها. مع انحسار المياه توجه السكان في هذه المناطق إلى زراعة البذور أملا منهم أن تجود لهم الأرض بخيرها، وهو ما تحقق بالفعل، لكنهم لم يكونوا يدرون أنهم على موعد مع عدو يشاركهم المكان والزمن نفسه شمال وغرب وادي حريب في محافظة مأرب وأجزاء واسعة من محافظات مجاورة كشبوة والبيضاء، ملحقة الأضرار بمزارع الأهالي.